التبرك هو طلب البركة بشيء من الأشياء، والأصل فيه التحريم والمنع. والدليل أن أبا واقد الليثي كما عند الترمذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بقوم من المشركين عند سدرة يعلقون سيوفهم عندها وينوطون بها، يعني يتبركون بها. فقلنا لما مررنا على سدرة قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم.